كلمت وليد قلت له هو لازم يعني حكايه موضوع الاستضافه ده مش يعني حكايه البرنامج؟ قال لي طبعا انا خلاص ده البرامج دي كلها مشاهده عاليه وانت لازم تطلع في برنامج منه لان انا بعت خلاص باع. قلت له اذا كان على المشاهده بقى اطلع في سفره احسن، يعني السفره دي بيشوفوها ناس كتير قوي وكل مصر بتتفرج عليها. قال لي استنى في واحده حبيبتك هكلمك حالا. شويه التليفون رن، لقيت منى الشاذلي. طبعا اول واحده كانت كلمتني الحقيقه لما عرفت ان هعمل برنامج وشجعتني جدا ودفعتني الاتجاه ده حقيقي جامد جدا، قالت لي استاذ صبحي انا سعيده جدا انك انت معانا في القناه. قلت لها يا ستي شكرا، انا بس مش عايز خناق ولا مشاجرات ولا عايز اخسر حد ولا اكلم. قالت لا 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 انا برنامجي مختلف عن البرامج الهوا خالص، انا عايزاك بس نعمل حلقه جامده وانت عارفني انا بعد كويس، عايزاك تيجي انت والممثلين بتوع فرقتك والراقصين والمطربين والملحنين وفريق الكتابه والمخرج والمنتج. قلت لها طب تحب اجيب معايا الجمهور؟ قالت لا عندي جمهور بتاعي. قالت لي بس نعمل مفاجاه بقى للجمهور كمان، بعد شويه كده تقوم زوجتك تقوم داخله في الحلقه، وبعد شويه يجوا الاولاد، بعد شويه يجوا الاحفاد. انا بهتم جدا باظهار الجانب الانساني للضيف. يا ربي ما فيش حد عاقل اكلمه في المحطه دي.